المصري ترخيص الجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور التلوي بمدينة طنطا. الجمعية تأسست في 2007 وعبد الربيع هو المؤسس الرئيسي ديالها، وبطبيعة الحال مع بعض الأخرين من بعد اللي هما سهروا معنا وواكبونا، وبل فيهم اللي هو مازال من هذيك المدة إلى يومنا هذا 13 سنة اليوم، نحن مستمرين الحمد لله بنجاح وبنجاح مهم، وبالصبر ديالنا وديال الإخوان اللي هو معنا. كنا بدينا بجوج ديال الحالات ديال المرضى، جوج ديال الحالات فقط. اليوم الحمد لله راه حنا كنعالجوا هنايا أو كيتعالج هنا هذا المركز هذا وبالمجان، وكنعاود نقولها 54 مريض اللي هي قارة واللي هما غير كيدوزو دو باساج اللي غادي للصحراء ولا اللي جاي من الصحراء ديال مدينة العور وزيرو الحانة. هاديك راه كاين مجموعة أخرى وحدة غير قارة راه كتوصلو على مرات واحد العدد، ما عندي شي بالضبط ولكن عدد مهم. البناية أو المشروع ككل ساهمت فيه العمالة ديال الإقليم ديال طنطا منذ البداية وإلى يومنا هذا، واكبوا كل العمال، يعني كنا بدينا مع واحد العامل ومن بعد واكبوا العمال اللي جاو من وراه بنجاح وبمساعدة أو بطبيعة الحال المشاركين ديالنا الدرجة الأولى هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخصية العمالة، والدرجة الأخرين جميع الجماعات يعني بدا من المجلس الجهوي للبولمين والنون والمجلس الإقليمي المحلي هنا ديال طنطان، الجماعات كلها يعني الجماعة ديال مدينة طنطان، جماعة الخوطية، جماعة بن خليل، جماعة الشبيكة، جماعة أبو الطيح، جماعة المسيد، وكذلك الجماعة ديال تنزور اللي حنا كنشكروهم كلهم، يعني لا رؤساء ديالهم ولا موظفين ديالهم، في الحقيقة ما كيبخلوا والو من الجهة ديالنا، دون أن أنسى كذلك العمل والمجهود الجبار ديال الطاقم ديال الصحي اللي هو مكلفة به، جانب مهم أنه مكلفة به وزارة ديال الصحة، كنشكروهم على العمل ديالهم الدائم والدؤوب. واللي كيتعاملوا مع المرضى اللي هما ديال هذا البلد كان معاملة عائلية. كذلك تنشكروا الطاقم اللي هو ديال الجمعية اللي فيه واحد العدد ديال الممرضات المساعدات، وبطبيعة الحال المدير حارس راه كاين تقريبا 17 عضو اللي كلهم هذا مكلفة بهم الجمعية، وتنصر على الأداء ديال الواجبات ديالهم بما فيها صندوق الضمان الوطني الاجتماعي اللي واحد العدد ديال الجمعيات حنا كنعرفوهم ما كيقوموش بهذه الواجبات. حنا الجمعيه ديالنا الحمد لله وهي الشهاده ديالهم، رغم انه داك الشيء اللي كنقلبوا عليه وكنديروا مجهودات من عند سواء من هذه الاداره اللي ذكرناهم ولا من بعد المحسنين اللي هما قلال او الناس ديالنا ديال المهنيين في الصيد البحري اللي هما لاعبين دور مهم في المساعده ديال هذه الجمعيه، جزاهم الله خيرا. كنتمنى الله يوفقنا على ما تبقى باش نكونوا عند حسن ديال الظن ديال سيدنا وديال الساكنه ديال طنطان وعند هاد المرضى المساكن اللي هما كنتمنى لهم العلاج، وراه كنفرحهم اللي كنشوفوا بحال هكا تيعالجوا، بل اكثر من ذلك كاينه سياره ديال النقل اللي قامت بها السيده هيبه من الجمعيه واللي لعبت واحد الدور اللي هو الا كانوا هاد الالات كلهم اللي عندنا خايمين بدور وسميتو، هذه السيارة بوحدها اللي كتمشي المسافة البعيدة حتى اللوطي يعني 25 كيلومتر عليها 25 كيلومتر روتور، هذه بعد النقطة اللي وصلت اللي كتوصلها يوميا تقريبا، راه ماشي سهلة باش تدي المرضى تجيبهم يعالجوا، وبطبيعة الحال دائما هذا الشيء راه في إطار الهشاشة لأنه راه إلا شفتي هذا المرضى راه ما عندهم سكن حتى شيء. اسمي مصطفى. الحمد لله والشكر لله لهاد الناس اللي مهتمين بينا، جميع الأطر مركز مهتمين بينا مزيان وكيعاملونا معاملة مزيانة، وجميع المرضى إخوان نتمنوا لهم الازدهار والسعادة، لهاد الناس اللي معتنين بينا نتمنوا لهم الخير
مهتمين بينا مزيان، ما كانش شي فرق ما بين شي واحد وواحد، كلشي الناس مزيانين، والمرضى كلهم كيشكروا هاد المركز لما فيه مدير المركز ودكتورة وممرضين والأعوان جميعا.